خوتي السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقطعوا من سات الفرنسية في اتجاه طنجة المتوسط. اول حاجة غادي نشوفوا التواريخ، غادي نخلي لكم هذه الصورة هذه باش تشوفوا التواريخ اللي كاينين. عطانا 1225 درهم، يعني بالاورو كتجي ناقصة شي حاجة. هانتوما السلف 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 درهم السلف درهم في المشي وفي المجي. سامنا خوتي غادي نعملو بالاورو. ها هو التواريخ كيحيدو، غادي نرجع نعاود التواريخ 16 و 22، أو لا عملت العكس، لا 22 نعم 22. هيا ودابا غادي نعملو بالأورو، شوف شحال عيطينا بالأورو. يلا 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 ها هو عطانا بالأورو 1110 الأورو أخوتي. شو يعني الثمن العادي أربعة اللي عاملين الباك اللي عاملين أربعة نفس الطوموبيل 995 الأورو على ما أظن. هنا كتزاد واحد 100 وشي حاجة البنيته اللي زايدة، هو باك شو راه هو. وهنا الترخيطة يعني تكون شي بعض البلايص كتكون الصعوبات في الخلاص وهذا. أنا من الأحسن كان في اللاجونس، واخا نزيد 10 ولا 20 الأورو اللاجونس نقطع حسن وبقى هاني. السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة من جديد، وكما العادة نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأحسن الأحوال. خوتي في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نقطعوا من ساد. بونو أنا عملت واحد يعني عملت بحالي غادي نقطع راسي أنا وليداتي، أنا والمدام وثلاثة ديال الوليدات، يعني خمسة ديال الناس. غادي نوريو كيفاش نقطعوا، خمسة الناس ولا أربعة الناس ولا جوج الناس كلشي بإمكانه يقطع. صراحة الثمن جد 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 مناسب، حنا خمسة بينا 1100 الأورو أخوتي، 1110 الأورو، إذا بولطة الذهاب والإياب من فرنسا من سات الفرنسية حتى الميناء طنجة المتوسط، الذهاب والإياب 1100 كنظن الثمن ماشي غير مناسب وصافي. وهادو هما العروض اللي هضروا لنا عليهم والتعليمات السامية ديال جلالة الملك نصر الله، يعني أثمنة جد مناسبة 1100 الأورو. ولكن كذلك غادي نشوفوا اوترو بانداسو دي بورتغال، يعني بورتغال اورا اسيبتا لوس انجليسيس سين بي سير، يعني البرتغال كتقبل السياح ديال بريطانيا وبلا اختبار بي سير. كما عارفين وكما كيقولوا لنا باللي النسبه ديال الوباء ارتفعت واللي غادي يكون حجر صحي، وكذلك بريطانيا كذلك حنا عارفين هاد السلاله المتحوره ديال دلتا منتشره بزاف بريطانيا وفي البرتغال. ولكن المفاجأة وهو أن البرتغال يعني كتستقبل السياح ديال بريطانيا بدون تحليلة ديال بي سي ار، وغادي نشوفوا هذا الخبر. وهذا دليل على أن تأجيل انطلاق الخط البحري ديال البرتغال طنجة ما عنده علاقة يعني بهذه السلالة المتحورة. يعني انتونسيس غادي هنا غادي نبقاو نتيقوا الضغوطات الإسبانية على البرتغال والشكايه الاتحاد الاوروبي بالبرتغال. كنظن يعني هذا هو سبب تاجيل هذا الخط البحري. المهم غادي نشوفوا هذا الخبر هذا، وغادي نشوفوا الخبر وغادي نوريكم الطريقه كيفاش نقطعوا. كنظن واقيلا نبداو بالطريقه كيفاش نقطعوا، نخليكم معاه باش ما نطولش، لان الناس ربما خصهم يشوفوا غير هذا، ما خصهمش يشوفوا الاخبار كامله. وكذلك غادي نشوفوا التغييرات الجديده ديال الخارجيه المغربيه فيما يخص بالمغاربة اللي غادي يدخلوا للمغرب، والتحديد الاخير ديال ا ديال المجموعه ا والمجموعه بي. كما قلت لكم هذه الصوره اللي فيها التواريخ اللي بالامكان ديالنا نقطعوا. الصوره كما كتشوفوا هنا ها هي فيها جميع التواريخ، لا ديال الذهاب ولا ديال الرجوع، الذهاب والاياب، الذهاب والاياب يعني الي روتول ايداي بولتا او ما هنا. انا نخليها لكم في صندوق الوصف. وهنا كما كتشوفوا الرابط ها هو، انا غادي نشاركو معكم ها هو الرابط. كان كان كنتكيو عليه كيعطينا خوتي شي بعض المرات كيت ها هو كما شفتوا انتر تشيبينغ انا تواريخنا كلشي. المهم انا غادي نشاركو معكم وغادي نعمل وغادي نشارك معكم التجربه اللي عملت انا. خليكم مع هادشي هذا كامل ونمشيو يعني للتحديد الاخير ديال الدول ا و بي. وكذلك غادي نشوفوا هذا الخبر هذا ديال البرتغال اللي كتقبل السياح الانجليز بدون تحليله ديال البي سي ار. يعني هنا كاين تناقض، وهذا الشيء راه كيثبت باللي التاجيل ديال الميناء ديال بورتيماو ما عنده حتى شي علاقه بهاد السلاله المتحوره ديال دلتا، وانما يعني ربما الضغوطات
او لا كذلك كاين الاحتماليه ديال الميناء صغر الميناء وعدم يعني باقي ما الترتيبات يعني باقي ما رتبوش داك الشيء كما عارفين يعني هذه العمليه ديال الموانئ الاسبانيه وراه كتاخذ منهم وقت كبير باش يجهزوا كل شيء. المهم نمشيو نشوفوا التجربه اللي عملت انا ورجعوا اخوتي. خوتي السلام عليكم، في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش نقطعوا من سات الفرنسيه في اتجاه طنجه المتوسط. اول حاجه غادي نشوفوا التواريخ، غادي نخلي لكم هذه الصوره هذه باش تشوفوا التواريخ اللي كاينين. سمحوا لي هنا انا مثلا غادي نختار راسي، غادي نختار غادي نمشي الذهب يكون مثلا 22 خوليو يعني في هذا الشهر هذا، والعوده غادي نقلبوا بعدا نشوفوا التواريخ اللي ديسپونيبلس اللي موجودين، وغادي نعمل العوده 16 في 9 وهذا هو الرابط. انا غادي نخليهكم، انا غادي نتكيو على الرابط وغادي ندخلوا هنا. شي بعض المرات كيكون الضغوطات على هذا السيت كيتعطل شويه، غنصبروا شويه حتى يدخلنا هنا. والرابط غادي نخليهكم اخوتي باش تدخلوا ليلو مباشره. ها هو عطانا دخلنا، شي بعض المرات كيتعطل شويه. غادي التاريخ قلنا 16 قلنا 22 قلنا 22 في 7، والعوده غادي نعملو 16 غادي نقلبو هنا 16 في 9، وغادي هنا غادي يعطينا المدينه من غادي نخرجو غادي نعملو 7 واوتوماتيكمنت كتعطينا طنخير باش نرجعو في طنجه. هنا كيعطينا ادولتوس، ادولتوس غادي نعملو 4 انا والمدام وجوج الوليدات يعني فايتين 15 عام، 4 كيتسموا ادولتوس. حنا 4 وليان يعني عندها ما بين 14 غادي نعملو 1 فوالي، والبيبي اسمها الناشي. هنا غادي نعملو الطوموبيل، عطونا غادي نعملو الطوموبيل هي هادي. وهنا كيعطينا الاختيار واش نخلصو بالدرهم ولا بالاورو، غادي نعملوهم حنا بجوج. غادي نعملو الدرهم هانتوما عطانا 1225 درهم، يعني بالاورو كتجي ناقصه شي حاجه هانتوما. السلف 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 درهم السلف درهم في المشي وفي المجي. سامنا اخوتي غادي نعملو بالاورو، ها هو التواريخ كيحيدو. غادي نرجع نعاود التواريخ 16 و 22، او لا او لا عملت العكس، لا 22 نعم 22 هيا. ودابا غادي نعملو بالاورو، شوف شحال عيطينا بالاورو. يلا 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 ها هو عطانا بالاورو 1110 الاورو اخوتي. شو يعني الثمن العادي 4 اللي عاملين الباك اللي عاملين 4 د نفس الطوموبيل 995 الاورو على ما اظن. هنا كتزاد واحد 100 وشي حاجه البنيته اللي زايده، هو باك شو راه هو. وهنا الترخيطه يعني تكون شي بعض البلايص كتكون الصعوبات في الخلاص وهذا. انا من الاحسن كان في اللاجونس، واخا نزيد 10 ولا 20 اورو لاجونس نقطع حسن وبقى هاني، ولكن ها هو كاين اخوتي. اليوم بداو الرحله الاولى، ما ربما غادي تكون 6 واقيلا اليوم غادي تكون الرحله الاولى. المهم هادشي هذا راه كاين اخوتي. ها الباسو الثاني والثالث يعني باش نخلصو. المهم انا ما غاديش نقطع دابا، انا غادي عملت لكم واحد المقدمه، غادي نزيد لكم الصوره ديال المدن اللي كاينين، ماشي المدن ديال التواريخ اللي كاينين. انا غادي ننزل لكم صوره هنا في الفيديو، وغادي ننزل لكم السيت في التعليق الاول. التعليق الاول غادي ننزل لكم يعني السيت يعني الرابط فاش نقطعوا. تفاهمنا اخوتي؟ كنظن كل شيء واضح وباين وساهل عندك، غي وقفوا هذا الشيء هذا عاود تقول كنظن واقيلا بركه اخوتي ساهله. اختاروا نتوما مشيو هذه الصوره اللي غادي ننزل لكم، وغادي ننزل لكم حتى في الكومونيدات باش تبقى لكم واضحه، ماشي اذا بغيتوا هزوها هزوها وهزوا وشوفوا التاريخ اللي يناسبكم وقطعوا هنايا. واحد الحاجه اخرى مزيانه بزاف وهو التحليله ديال البي سي ار، ردوها لنا على 72 ساعه يعني مزيانه بزاف، كانت 48 ساعه ردوها لنا على 72 ساعه. هذا الشيء هذا حتى هو طالبنا به في القناه، والحمد لله يعني لباونا الطلب ديالنا، ماشي ديالنا ديال الاخوان خوتنا المغاربه، الناس ديال الجاليه المغاربه الاحرار. صافي اخوتي كنظن واقيلا كل شيء واضح وباين، وهنا الارقام الهواتفي اذا بغيتو تستصفروا تستفسروا تستفسروا ها هو الرقم ديال الشركه، هي الشركه اللي مكلفه. وهذه الشركه ان شاء الله في حاله اذا كان
يعني شي حاجه على البرتغال هما اللي غادي يتكلفوا هما هاد الشركه هادي. يلا اخوتي وما تنساوناش بالدعوات واللايكات ديالكم. كيمشوا معايا الطريقه سهله، واللي شاف باللي صعيب يعني انه يقطع يشوف لاجونس من الاحسن. وهنا كما قلت لكم مأزق اخر، البرتغال تقبل الان الانجليز بدون تحليله ديال البي سي ار. المهم ترجمناه بالعربيه باش نفهموه. وهذا كيتسمى يعني كما كاتبين هنا يعني بالترجمه العيش من السياحه والحاجه الى الحفاظ على صحه السكان لا يتماشى. بالامس الاحد اعلنت البرتغال عن تغيير جذري اخر في السياسه، فهي تسمح الان للبريطانيين بالدخول دون الحاجه على الحدود، نفس الشيء الذي فعلته الى تقديم اختبار اسبانيا قبل اسابيع قليله لكن في الاتجاه المعاكس. الان يكفي اختبار مستدد ارخص واسرع، يتم اجراء هذه الاختبارات في المملكه المتحده مجانا ولكن بها هامش خطا على. ومع ذلك سيجد البريطانيون الذين اختاروا البرتغال انه عند عودتهم الى بلادهم سيظلون مضطرين للحظر الصحي لمده 10 ايام، احدهما للدخول والاخر بعد البي سي ار، يعني 10 ايام في الميز. المهم هنا اخوتي من كتكون الترجمه كيكون شويه نخليكم غادي نخليكم مع هذا الخبر، غادي ننزل لكم حتى هو في صندوق الوصف باش تقراوه على خاطركم، لان كاين تناقض، كاين تناقض اخوتي وهذا هو الاهم من هذا الشيء هذا كامل. كاين تناقض كيقولوا بلي هاد السلاله المتحوره يعني النسبه كبيره كاينه في البرتغال، ويعني من جهه اخرى يعني كيخليوا الناس ديال بريطانيا يدخلوا بدون تحليله ديال البي سي ار. وكما عارفين بريطانيا في هذا الوباء حتى هي النسبه ديالو مرتفعه اخوتي. وهنا نمشيو للخارجيه، توضح تدابير الدخول المغرب واعفاء مسافرين من الحجر الصحي. هنا اكدت نجلاء بن مبارك مديره الدبلوماسيه العامه والفاعلين غير الحكوميين بوزاره الخارجيه والتعاون الافريقي والمغاربه والمقيمين بالخارج، ان السلطات المغربيه قررت فعل الاعفاء القادمين من البلدان المدرجه ضمن القائمه ب من الحجر الى المهم التي تفتحنا هذا الخبر اخوتي من الحجر الصحي كان المسافر قد خضع للقاح معترف به وبحسب يعني كاين لقاحات اللي معترفينش بهم. وبحسب توضيحات المسؤوليه بوزاره الخارجيه اليوم الاحد، فان المستفيدين من الحقنتين الاولى والثانيه من لقاح ضد الفيروس لن يفرض عليهم الحجر الصحي عند دخولهم التراب الوطني لمده 10 ايام. كما قررت السلطه المغربيه بالنسبه للمسافرين القادمين من دول القائمه رفع فتره اختبار بي سي ار مطلوبه من 48 ساعه الى 72 ساعه، وهذا الشيء هذا مزيان اخوتي وكنا طالبنا به كذلك. يعني هذو هما التغييرات اللي كاينين. كنظن باش ما يكونش الفيديو طويل وممل وفي الصباح بكري، راه غير هاد السوريس هادي سي طولو والله العظيم. يعني الامور كلها ماشي على ما يرام، ونستناو يعني التاكيد ديال الميناء ديال بورتيماو، تكون رحله اولى ولا النافيه ولا التاجيل اللي كان. تهلاو لي فراسكم، امسيه سعيده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.